زيارة عاشوراء في زيارات أخرى تقرؤون هذه العبارة: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. حرب يعني ماذا؟ العبارة ليست أنني لا أحب من حاربكم، العبارة ليست أنني أبغض من حاربكم، حرب لمن حاربكم. حرب، حرب يعني ماذا؟ يعني كل شيء. الحرب ليس معناه البغض، معنى الحرب كل شيء، يعني مفتوح. الذي يحاربكم أنا حرب له. هذه الزيارات خاصة بعصورهم صلوات الله عليهم، في هذا اليوم هذه الزيارات مو المطلوب أن نقرأها؟ المطلوب أن نقرأ هذه الزيارات. من يكون اليوم محاربا للإمام الحسين؟ يوجد محارب للإمام الحسين؟ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام استشهد. نعم، في كل زمن يوجد بأشكال مختلفة، شتى الألوان وشتى الطرق، بسم الله عز وجل وباسم دين الله عز وجل، ويكبرون بأن قتلت. هؤلاء كانوا يقولون الله أكبر ويقتلون الحسين. تتصورون أن الذي يحارب الإمام الحسين يقول أنا كافر؟ لا، بعضهم يحارب الإمام الحسين ويقول أنا الدين. ويقول أنا دين رسول الله، أنا الإسلام الأصيل، ويحارب الإمام الحسين. كيف يحارب الإمام الحسين اليوم؟ الأمور التي تنتسب لسيد الشهداء، الحرب ضد هذه الأمور حرب ضد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ماذا نقول؟ نقول وحرب لمن حاربكم. أنا راح أحاربهم في زيارة عاشوراء، نخاطب الإمام الحسين عليه السلام، نقول وحرب لمن حاربكم. مجرد كلام، لا، حرب.